لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. نسأل الله العفو والعافية. لا يزال الإمام البربهاري رحمة الله عليه في هذه العبارات يحذر من أهل البدع، وهذا كما كررنا الحديث أن هذا تكرر في كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه كثيرا، وقلنا أنه لعل مما دائما يعني يحمل الإمام على تكرير هذا أنه كان في زمانه رحمه الله تعالى قد كثرت البدع وكثر أهل الانحراف. وهنا في هذه العبارة يقول: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. قال في الشرح: لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله عظمت الفتنة جدا، فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، فهو يحذر منها، وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور والأهواء والدعوات الباطلة، فإنه يشتد الحذر على المسلم فليأخذ حذره. وقوله: فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، قال في الشرح: هذا في وقته رحمه الله تعالى، وأيضا هذا يتكرر، فوقتنا هذا وما بعده والله أعلم أشد، لأنه كلما تأخر الزمان كثرت الفتن والشرور واستغربت السنة وقل المتمسكون بها، فالخطر أشد. وهذا واقع ملموس، هذا واقع ملموس. الناس نسأل الله العفو والعافية في رجوع عن الدين بطريقة أشد مما كان في زمن أهل البدع والانحرافات السابقين، ولذلك فالمسلم يحذر على نفسه من كلام أهل الأهواء والبدع والانحرافات في هذا الزمان وفي كل زمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن ذؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. هذه العبارة أيضا تكرر مضمونها كثيرا في كلام يعني الإمام البربهاري رحمة الله عليه، أن يذكر رموزا لأهل البدع، وأنه من يذكرهم بإحسان ويذكر كلامهم مستحسنا له فهذا علامة على أنه يسير على طريقهم وأنه من أهل البدعة منهم، ولذلك فيحذر من ذلك. وهذا في الحقيقة كالقاعدة العامة، هذا في الحقيقة كالقاعدة العامة، يعني ليس المقصود التحذير من ابن ذؤاد أو بشر المريسي أو نحو ذلك، رؤوس الجهمية هؤلاء وغيرهم فحسب، بل هذه قاعدة عامة. يعني المقصود بالقاعدة العامة ماذا؟ أنه في كل زمان إذا رأيت الرجل يذكر أهل الأهواء وأهل البدع فاحذره، فإن هذا إما هو منهم
أو مستحسنا لطريقتهم وربما يدعو إليها ونحو ذلك. ولذلك هذه كما نكرر كالقاعدة العامة، يعني أنه في كل زمان. أنت الآن مثلا عندما تجلس إلى إنسان ويحدثك ويقول لك مثلا يعني بعض رموز الصوفية المتأخرين مثلا، أو بعض أعلام والعياذ بالله العلمانية المعاصرين مثلا، ويحدثك ويقول فلان أو فلان أو فلان معجبا بهذا، فهذا ابتداء يدل على إما أنه واحد من يتبعون هذه الطريقة، أو أنه تأثر بهذه الطريقة. ولذلك فاحذر عند ذلك. ولكن نقول أنك ينبغي أن تعلمه إن كان جاهلا، وليس الحذر المطلق بحيث أنك تهجره ونحو ذلك، كما هو ربما مفهوم بعض الناس خطأ لكلام الإمام البربهاري، إنه أي إنسان نلمس منه بدعة أو استحسان للبدعة خلاص نهجر هجر كلي، لا نسلم عليه ولا نصلي في المساجد التي يصلي فيها وكذا ونحو ذلك. وإنما منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج البربهاري ومنهج غيره من أهل العلم من أهل السنة أننا نعلم الجاهل، بل وأهل البدع والأهواء إن كنا ممن نقدر على مواجهتهم ومناظرتهم وتصحيح ما هم عليه فعلينا أن نفعل ذلك، وإلا فالأمثلة كثيرة. أين ابن عباس رضي الله عنه ومناظرته مع الخوارج، حيث رجع ثلث الخوارج أو نصف الخوارج على رواية؟ أين هذا من مناظرات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ أين هذا من مناظرات الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فكل هؤلاء كانوا يناظرون أهل البدع والأهواء ونحو ذلك. وأنت إن لم تكن على علم بالمناظرة وعلوم المناظرة ونحو ذلك، فعليك أن تدلهم على العلماء وتقول لهم اذهبوا إلى العلماء، اسمعوا إلى العلماء، وليس أن تفعل كما يفعل بعض الجهال. ما إن يجد بدعة أو يجد تأثرا ببدعة فيغلق الباب ويغلق الحديث مع صاحب هذه البدعة أو هذا المتأثر بهذه البدعة، ويعتقد أن هذا واجب وهو هجران أهل البدع جميعا. نعم أهل العلم يتكلمون في ذلك بضوابط سبق الكلام عليها قبل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. احنا لم نقف مع الشرح في الفقرة السابقة لأنها تكررت كما ذكرنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن الناس بالسنة. قال في الشرح: الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك. هذه هي القاعدة. فالمؤلف يقول: ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير. حتى المنافق، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به، لكن إذا ظهر منه بغض للسنة ولأهل السنة فحينئذ احذره. هذا معنى قوله والمحنة في الإسلام بدعة، يعني أن أي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه. والعبارة دي إخوانا عبارة مهمة جدا، هي في الحقيقة تثير مسألة معاصرة وقع فيها بعض أهل الانحراف والبدعة، وهي بدعة التوقف والتبين. هؤلاء الذين يمتحنون الناس على الإسلام،
يعني هو مسلم ويمتحنه على الإسلام، فلا يثبت له الإسلام إلا بأمور هو ابتدعها ليس لها أصل في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندنا أن الناس نقبل منهم الإسلام إذا أتوا بأمور ثلاثة ذكرناها قبل ذلك، اثنين متفق عليهم والثالثة مختلف فيها والراجح أنها تثبت، وهم ها الشهادتان، ها أن يولد من أبوين أو أحدهما مسلمين، ها الصلاة مختلف فيها. هذا نقبل منه الإسلام، إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص نثبت له الإسلام، إنسان ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما نثبت له الإسلام، إنسان وجدناه يصلي نثبت له نقول هذا مسلم، إنسان بيصلي نقول هذا مسلم حتى ولو نسمعه ينطق الشهادتين. أما أهل البدع فإنهم يمتحنون الناس على الإسلام، بل ويأتون بأشياء ما ليس عليها دليل لا في كتاب ولا في سنة، فيجعلون للإسلام حدا. ما هو هذا الحد؟ يا ليتهم قالوا حد الإسلام حتى يعني تجاوزا، يا ليتهم قالوا حد الإسلام هو ماذا؟ الشهادتين، احنا نقبل الشهادتين هو ده حد الإسلام، لا، بل جعلوا حد الإسلام هو معرفة هذا المسلم بثلاثة أشياء: الحكم، الولاية، النسك. يعني الناس اللي هم العامة اللي في الشوارع دول حتى أثبت لهم الإسلام لابد أن يكونوا على علم بالحكم والولاية والنسك، من أين جاءوا بهذا؟ وهذه طريقة الخوارج في الحقيقة، هذه طريقة طريقة المعتزلة في الحقيقة، ولذلك فهذه بدعة منكرة. وهناك كتاب اشتهر في فترة من الفترات جدا، لكن شاء الله عز وجل أن يقيد له من يعني يظهر ما فيه من عوار وحذر منه، فالحمد لله يعني انتبه إليه العلماء ويعني منعوا نشره وطبعه ونحو ذلك. هو الكتاب الذي كان اشتهر باسم حد الإسلام للمؤلف الأستاذ عبد المجيد الشاذلي، غفر الله لنا وله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين جميعا. وهم الذين يسمون أنفسهم الآن في هذه الأيام بأهل السنة، كانوا في فترة من فترات مسمين نفسهم يعني يقبلون هذا الاسم التوقف والتبين، كانوا يقبلونه، فلما صار هذا فضيحة لهم فصاروا يسمون أنفسهم أهل السنة ونحو ذلك. وبالمناسبة هم دول اللي كانوا بيدعموا أحد المرشحين في الرئاسة الملتحين اللي كان في فترة من الفترات يعني مترشح للرئاسة ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأما اليوم أي في وقته فصار يمتحن بالسنة لأنها كثرت الفرق الضالة التي تدعي الإسلام، فلا بد أن يعرف من هو على السنة ولا يغتر بكونه يدعي الإسلام. بيقول يعني إنه الإمام بيقول وأما اليوم فيمتحن بالسنة في زمانه، والحقيقة وفي زماننا، أما اليوم فيمتحن بالسنة، يعني أننا لا مانع ويشرع أن نمتحن الناس بالسنة، أن نمتحن الناس بالسنة، وإلا كل الناس يزعمون الإسلام أليس كذلك؟ كل المسلمين يقولون نحن مسلمون، وكل المسلمين يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن حقيقة هذا كثير منهم يكذب، كثير منهم يدعي ويزعم. وإلا الشيعي يقول هو يتبع الكتاب والسنة، الصوفي يقول هو يتبع الكتاب والسنة، التكفيري يقول هو يتبع الكتاب والسنة، المرجئي يقول هو يتبع الكتاب والسنة وغيرهم. ولذلك هنا يمتحن الناس بالسنة، نعم ينظر من الذي يتبع السنة في الحقيقة ويقول يقال هذا من أهل الإيش السنة، إنما لا يمتحن الناس على الإسلام. حتى أن هناك اصطلاح لفظي بين علماء أهل السنة يسمون هذا الاصطلاح اللفظي أهل القبلة، هذا الاصطلاح مختلف عن اصطلاح إيش أهل السنة. أهل القبلة
ده دايرة واسعة جدا. أهل السنة دايرة إيه؟ جوه هذه الدايرة، داخل هذه الدايرة. وعليه فليس كل واحد من أهل القبلة هو من أهل الإيش؟ السنة. فلذلك التحقيق أن أهل السنة لهم أوصاف، وعليه يمتحن الناس في ذلك. فالذي مثلا يدعي أن الأئمة الاثنى عشر لهم علوم وكذا وكذا وكذا، وأن عليا هو الإمام، وأنه وأن الصحابة خانوا وكذا، هل هذا يقال هذا من أهل السنة؟ الذي يدعي أن الأولياء والصالحين يعلمون ما في الغيب أو ينفعون ويضرون، هل هذا يقال هذا من أهل السنة؟ هل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يمتحن الناس في ذلك، يمتحن. وهذا يدل على مشروعية توصيف الناس داخل هذه الدائرة الكبيرة، توصيف الناس داخل هذه الدائرة الكبيرة وهي دائرة أهل القبلة. داخل هذه الدائرة الكبيرة هنجد الصوفي والشيعي والسني وكذا ونحو ذلك. ولذلك يمتحن الناس على السنة في ذلك، يمتحن. وإن كنا نقبل منهم الإسلام بماذا؟ بالشهادتين، لكن يمتحنون على السنة، يمتحنون. وعليه فيه دليل على مشروعية التسمية بأهل السنة، التسمية بالسلفيين، التسمية بنحو ذلك. وإلا فالشيعي والصوفي والجهمي وكذا يقول أنا أتبع الكتاب والسنة. ولذلك هذه الدعوة يدعيها كل الناس، كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. ولذلك من الذي يكون له الوصل؟ من يأتي بما يوافق السنة، ما يوافق السنة. ولعل يعني على هامش الحديث، ترون أنتم في هذه الأيام الحرب المسعورة، والتي ربما يعني بعض إخواننا ربما لا يلتفت إليها، لا يشعر بها، لأنه لا يتابع هذه المسائل أو لا يسمع عنها أو نحو ذلك، وهي أمور خطيرة جدا. وهي مسألة يعني التواطؤ والمكر والكيد لإخراج أهل السنة من وصف أهل السنة، ونسبة الوصف الشريف لأهل البدعة. هذا مكر الآن يعني في هذه الأيام اللي احنا فيها هذه، يدور حوله يعني مكر واسع جدا وشديد جدا في هذه الأيام. وإلا مؤتمر جروزني الأخير يعني خير شاهد على ما نقول، وأنه أتوا بكل الناس إلا أهل السنة في مؤتمر تحت اسم وصف أهل السنة. مين هم أهل السنة؟ جابوا كل الناس إلا أهل السنة، يعني دعوا الصوفية والشيعة وكيت 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 وكيت، أو يعني أقصد يعني أطراف كده شيعية لكن باطنية، ودعوا أطراف بدعية كثيرة جدا إلا أهل السنة. الشيخ أحمد الطيب أشعري، طيب نخليها سؤال في آخر الدرس. وإلا فالأشعرية أو الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من، وإن كانوا من أهل الإيش؟ القبلة، هم من أهل القبلة، وإن كانوا هم أقرب أهل البدع إلى أهل الإيش؟ السنة. فإنهم يتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى ويحرفونها. يعني على سبيل المثال، هم يقولون في قول الله سبحانه وتعالى مثلا استوى الله سبحانه وتعالى، يقول لا خليها في صفة اليد أظهر شوية، فالله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك. فهؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى هذه الصفة معناها النعمة، معناها النعمة، والله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان. هل الله عز وجل يقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ فالله عز وجل يقول في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. هؤلاء يقولون تنزل رحمته أو ينزل ملك ونحو ذلك. احنا ليسنا بصدد عشان ما ناخدش الوقت كله في الجواب. فهؤلاء أيضا أهل بدعة وليسوا على طريقة أهل السنة. فأهل السنة يقولون الله ينزل
لا نعلم كيفية ذلك، وإنما نترك الكيفية لعلمه هو سبحانه وتعالى، إنما نثبت ذلك. أما أن نحرف ذلك ونقول ينزل ملك والملك هو اللي هيقعد يقول من يسألني فأعطيه، أو يقولون تنزل رحمته، الرحمة هي اللي هتقعد تقول من يسألني فأعطيه ونحو ذلك وهكذا. قال: فالذي يحب أهل السنة، هذا دليل على أنه من أهل الخير، والذي يحب أهل البدعة، هذا دليل على أنه من أهل الشر. قال: قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هو ليس حديث، وأشار الشيخ في الهامش في الشرح إلى أن هذا من كلام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال: التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ولا يكون على أيدي علماء البدعة. قوله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني لا تقبلوا من الرواة للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضي، لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية وكثر الكذب في الرواية، هذا في حق من يعرف علم الحديث. أما من ليس كذلك فإنه يرجع إلى كتب السنة الصحيحة. قوله: فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. قال: هذا بيان لقوله إن هذا العلم دين، انظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث، فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث. وإن كان في الحقيقة في هذه الجزئية في تحقيق، يعني في هذه المسألة، وإلا مثلا العلماء لهم في هذا التحقيق مثلا كلام، مثلا بعض مثلا الخوارج كان منهم رواة يقبل منهم العلماء روايتهم، وذلك فيما يتعلق بغير بدعتهم، أما إن كان متعلقا بأمر يتعلق ببدعتهم فلا يقبلونه. طب ليه بيقبلوا في غير بدعتهم؟ لأن الخوارج مشهورون بأنهم يتحرون عدم الكذب، ما هم عندهم تعبد عالي جدا، فكان عندهم مسألة يكذب دي لا ما يكذبش. كلهم خوارج، ما احنا خلي بقى المناقشات خليها في آخر الدرس، احتفظ عشان ما نعطلش بس الدرس. والخوارج هؤلاء نقصد بهم الخوارج الأوائل، مش كل من كان على منهجهم إلى يومنا هذا. فالخوارج الأوائل كان عندهم تعبد شديد جدا، وكانوا من أكثر الناس حفظا للقرآن والعبادة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم، وصيامه إلى صيامه. فهذه الجزئية يعني فيها تحقيق معين كده في علم الرواية. يقول: فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث، لأن هناك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب، وما أكثر الوضاعين. هذا من حيث رواية الحديث بسنده، أما من حيث نقل الحديث فارجع إلى كتب السنة الصحيحة. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال في الشرح: قوله وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام وبعض ما ذكر. قال: من فتن أهل الضلال أنهم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم المنطق، وجعلوه الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، وهذا كثير في كلام المعتزلة
أو في يعني استدلالات المعتزلة طبعا أكثر من استعمل المنطق والكلام ونحو ذلك في الاستدلال هم المعتزلة، وتأثر بهم من تأثر من الطوائف الإيش الأخرى. قال: وجعلوه الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، وتركوا الكتاب والسنة لأنهما لا تفيدان اليقين عندهم، وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم أدلة يقينية وبراهين قطعية، فبذلك دخل الشر على المسلمين عن طريق علماء الكلام والجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونها براهين وأدلة، ولا يعتمدون على الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها البراهين. احنا سبق تكلمنا أيضا كثيرا عن يعني منهج المعتزلة في الاستدلال، خصوصا في تقديمهم ليه يعني الكلام والمنطق والعقل على الأدلة الشرعية والنصوص. قوله: والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. قال: أمور الدين لا يجوز أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون، وأن تخضع للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنة، لأن أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يصير فيها جدال أبدا. هذه هي القاعدة والمنهج السليم، وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله، وهذا ولهذا قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشر مثلا؟ هذه مسألة مما نتج بسبب علماء الكلام وعلماء المنطق ونحو ذلك، والمعتزلة هم الذين أحيوا هذه الفتنة في مدة كان فيها كبار أئمة الأمة، فكيف بزمان كالذي نحن فيه الآن؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني فتنة خلق القرآن هذه نشأت في زمن كان فيه إمامان من أكابر أئمة الأمة اللي هم الإمام الشافعي والإمام أحمد، ثم أئمة آخرون معهم، لكن أنا أقصد من الأئمة الأربعة كان في إمامين غير الأئمة الباقين الذين كانوا في هذا الزمن، ومع ذلك انتشرت هذه الفتنة وتأثر بها الأمراء ودعوا الناس إليها وامتحنوا الناس عليها. فكيف في زمان يعني مثل هذا الزمان يطلع فلان وعلان ونحو ذلك في الفضائيات في الجرائد في المجلات يطعنون على نصوص الشرع والدين والنصوص الشرعية ونحو ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: هذا من الجدال في بآيات الله عز وجل، يعني كأنهم لا يثقون في آيات الله فيجادلون فيها، أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، كأنها محل شك وأخذ ورد، وأمور الدين ليس فيها مناظرة بل هي أمور ثابتة يسلم لها وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون. كان زمان البحث حتى كان أيام يعني الأئمة ونحو ذلك كان يطرح البحث حتى عند أهل الباطل من اجتهاد أن هذا لأجل الوصول إلى الحق، وإن هم يتكلمون بالكلام والمنطق ونحو ذلك كما هو كلام المعتزلة وأهل البدع عموما. الآن في زمان أشر من زمان يعني أهل البدع هؤلاء والعياذ بالله، فصار كل جاهل يلقي شبهة على مسألة من مسائل الدين عموما، مش مسألة واحدة أو اثنين أو أكثر. يعني زمان كان مسائل الصفات، مسائل القدر، مسائل مثل الإيمان والكفر تلقت فيها الكلام، الآن في كل مسألة يخرج عليك من يطعن في كل مسألة من مسائل الدين في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. قال: كأنها محل شك وأخذ ورد، وأمور الدين ليس فيها مناظرة بل هي أمور ثابتة. وهنا يحمل كلام الإمام البربهاري والقياس والمناظرة في الدين على المناظرة في إحياء باطل ورد ثابت من ثوابت الدين،
أما المناظرة للوصول للحق فلا بأس، وإلا ذكرنا أمثالا في أول الحديث، فإن ابن عباس ناظر الخوارج، والإمام أحمد ناظر يعني المعتزلة، وابن تيمية ناظر فرق أهل البدع يعني كلها تقريبا. قوله فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، يعني استماعك إلى الجدال في أمور الدين من هؤلاء وإن لم تصدقهم يؤثر في قلبك وتتهاون فيها في المستقبل، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس كما يقولون. هذا في الحقيقة محمول طبعا على غير العلماء، وإلا العلماء يجب عليهم أن يتصدوا لأهل البدع وأن يناظروهم ويردوا على بدعتهم ويكلموهم ويسمعوا منهم لأجل أن يردوا على بدعهم. أما عامة الناس فليس لهم ذلك، وأما كذلك حتى بعض طلبة العلم الذين لم يترقوا في العلم إلى درجة يعني الفهم والرد وكذا فليس لهم ذلك أيضا في المناظرة ونحو ذلك، ودي آفة خطيرة جدا الآن في هذا الزمان، صارت من الأمراض المستشرية خصوصا مع انتشار ما يسمى بوسائل الاتصالات والتواصل الحديث. صار كثير من الناس بل أكثر الناس يناظرون بعضهم البعض ليل نهار، طول الليل وطول النهار تجد ناس ترد على ناس، ناس ترد على ناس بالحق وبالباطل بقى. فالكل صار يناظر، والمناظرة لها ضوابط وقواعد فضلا عن أهلية المناظر للمناظرة أصلا، يعني ليس كل الناس أهلا للمناظرة، ولذلك كم من القضايا الحقة أهل الباطل يظهرون عند الناس أنهم على حق بسبب ضعف المناظر اللي بيناظر، اللي بيناظر ما عندوش قدرة على الردود ونحو ذلك. وذلك صارت طريقة حتى إعلامية، تجد عندما يريدون مثلا نشر قضية فاسدة أو إجرامية أو قضية فيها طعن في الدين في أمر من الأمور، يقوم يجيبوا حد يناظر من على الجهتين بقى. لما يجيبوا حد في الإعلام بقى يناظر عن الجهة الإسلامية أو جهة أهل الحق، يجيبوا حد إيه؟ غير مؤهل لمسألة المناظرة أصلا، يقوم يقعد قدام طبعا صاحب البدعة والباطل فيظهر أنه لا يعرف الرد ولا يعرف شيئا، والعامة الذين يشاهدون يمشون مع من؟ مع الغالب، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون، هم ماشيين مع اللي بيغلب، فترى الفتنة تزداد فتنة على فتنتها بسبب إن المناظر هذا تصدر وهو ليس إيش؟ أهلا للمناظرة. ولذلك والله نصيحة يا أخوانا ننصح بها أنفسنا وإخواننا وانصحوا بها غيركم، إخواننا اللي على مواقع التواصل وغيره، الجرأة الرهيبة جدا عند إخواننا في مسألة المناظرة والنقل والكلام عن العلماء، هذه لابد أن يكون لها حد في الحقيقة ويكون لها ضابط لهذه الأمور. والله لا يضرك لو قلت لهذا الذي يتكلم بالباطل أنا أظن أن كلامك فيه باطل وإن كنت أنا لست من أهل المناظرة، فارجع إلى كلام العلماء، هذا أسلم لك. أما أن تأتي أنت وتفضل تعجن بأنت وأنت لست أهلا لذلك، خلاص اللي بيتابعك انتوا الاثنين يلاقي مين اللي في النهاية هو اللي صاحب الحجة، صاحب البدعة هو اللي في النهاية بقى صاحب الإيش؟ الحجة. قال وإن لم تصدقهم يؤثر في قلبك وتتهاون فيها في المستقبل، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس كما يقولون، يعني كثر سماع الباطل، الباطل سماع وسماع وسماع وسماع، خلاص هيخلي الإنسان يتعود على إيش؟ على سماع الباطل. نعم. قال قبل أن تظهر هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة، كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة وليس عندهم شكوك ولا أوهام، ولا أحد يتجرأ منهم أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين، بل يرجعون فيها إلى علمائهم. أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدال والأخذ والرد وحرية الرأي كما يقولون بسبب هذه الفضائيات الخبيثة،
فالأمر خطير جدا. يقول قائلهم: هذه المسألة فيها خلاف والعلماء يكتمونها هذا عنا، فهذا يقدح في نفوس الناس. يعني العلماء مشهور عندهم مثلا بيفتوا دايما بمسألة معينة، مثلا على سبيل المثال الفتوى المشهورة جدا في المملكة السعودية خصوصا، يعني بلد الشيخ الشارح، إنه تارك الصلاة مطلقا كافر. وهذه مسألة خلافية، وإن كان الراجح فيها التفصيل، فإن كان جاحدا فهو كافر بالإجماع، وإن كان متهاونا متكاسلا فلا يكفر، هذا هو الأرجح. ومع ذلك فالمشهور في هذه المسألة في بلاد المملكة السعودية، وهي مسألة ترك الصلاة مثلا، أنه كافر. يقوم كل أهل البلاد يسمعون هذا من العلماء على مر السنين، يقوم يخرج مثلا بعض العلمانيين ونحو ذلك ويفضل بقى يقلب في الناس دي مسألة خلافية، وهم كتموا العلم عننا زمن طويل وليه كذا. ده أنا بقول مسألة في الحقيقة يعني يمكن تكون مقبول فيها الكلام شوية، وإلا هناك مسائل أشر ممكن الخلاف فيها، خلاف ضعيف جدا أو مردود كمان، يوم هم يحيوا هذا الخلاف ويطلع القول اللي هو المخالف الموجود في كتب الفقه لكنه قول ضعيف أو قول مردود في كتب الفقه، يقول لك ما هو قال به العلماء. طب ما هم ما بيقولولناش كده ليه من زمان؟ كاتمين عننا ده ليه؟ طول عمرهم يقولولنا إطلاق اللحية، دلوقتي احنا اكتشفنا ان العلماء عندهم كلام بيقول ان يجوز الاخذ من اللحية، طول عمرهم يقولولنا النمص حرام، اكتشفنا ان بعض العلماء بيقول ان النمص المرأة لزوجها حلال، ودي اقوال ضعيفة جدا وبعضها باطل ومردود. يوم يخرج ناس لأجل إحياء هذه المسائل بقصد بقى أو بغير إيش أو بغير قصد لإحياء هذه المسائل. وحاليا الآن في شبه مؤامرة عالمية لإحياء هذا المنهج، هذه الطريقة اللي هي كل كلام موجود في كلام الفقهاء وفي كتب الفقهاء فهو إيه؟ دين ومقبول، حتى لو كان هذا الكلام كلام باطل مردود. مش الفقهاء قالوا؟ ويتزعم هذا رموز مشهورة جدا في العالم الإسلامي الآن موجود، ويسمونها الآن لجنة الحكماء التي أسستها دولة الإمارات ويرؤسها علي جمعة المصري وأسامة الأزهري وبعض الناس. فهذه اللجنة شغلتها هذه المسألة، وهي التلفيق، وهي التلفيق. فهذه المسائل يتأثر بها بعض الناس بقصد بغير قصد، بفهم بغير فهم، ويقعد بقى شغلته يعمل ايه؟ ينقي بقى المسائل الخلافية ويطلعها، ينقي المسائل الخلافية ويطلعها. ايوه كانوا زمان بيقولولنا ان اسبال الثوب هذا يعني حرام مطلقا، اكتشفنا ان اسبال الثوب الامام النووي بيقول ان هو ما لم يكن كبرا، ويروحوا مطلعينه. طب كلام النووي رحمه الله ما علوش دليل على الراجح، ما علوش دليل، بل الدليل على يعني خلافه. لا خلاص مش كلام، مش مسألة خلافية، خلاص طلع بقى. وهكذا هذه طريقة من يتبعها ناس ربما ينتسبون ليش؟ لأهل السنة، نسأل الله العفو والعافية. قال: فالأمر خطير جدا. يقول قائلهم: هذه المسألة فيها خلاف والعلماء يكتمون هذا عنه، فهذا يقدح في نفوس الناس. العلماء يعلمون الخلاف ولكن لا يبينونه للناس، إنما يبينونه فيما بينهم ويبحثون فيما بينهم لأنهم أهل لذلك. أما إنهم يذكرونه للناس وعلى المنابر وفي الإذاعة يقولون المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، هذا فيه تشكيك في الدين فلا يجوز. وعلى فكرة الجزئية دي كمان مع جزئية كلام الشيخ عبد المحسن العباد، إخوة فاكرين الدرس اللي فات؟ الجزئية دي ينفع تقصها وترد بيها على الايه؟ على الجماعة اياهم اللي هم قاعدين في حكاية اللحية والإسبال والتنمص والمش عارف ايه ونحو ذلك، ويقول لك لا ده كتم للعلم. لا أقول لهم اهو، أو الشيخ الفوزان بيقول والشيخ عبد المحسن العباد كما سبق في الدرس الماضي بيقول، وخد كلام المشايخ دول وقول لهم تفضلوا، إن هؤلاء المشايخ يقولون إنه هناك مسائل من العلم
إظهارها للعامة يجرئهم على الدين ويجعلهم يفرطون. قوله: وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. قال: لأنه يفتح المجال للناس للجدل في أمور الدين والقياس، يعني القياس الفاسد. أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة. فالقياس ثلاثة أنواع: الأول قياس الأولى بأن يقال كل كمال لا يستلزم نقصا فالله تعالى أولى به، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الثاني قياس التمثيل بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقوله الممثلة، وهذا باطل. الثالث قياس العلة، وهذا من أدلة أصول الفقه يستعمل في المسائل الفقهية، وهذا يقول به جمهور العلماء. والنوع ده الأخير ده ثلاث أقسام أيضا، النوع الأخير هذا ثلاث أقسام، اللي هو قياس العلة اللي هو في كتب أصول الفقه ثلاث أقسام: قياس أعلى وقياس أدنى وقياس مساوي، هو أيضا كذلك. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. هذه العبارة أيضا فيها أنه يحذر: الله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر. الآثار وأصحاب الأثر هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. والتقليد يقصد بالتقليد هنا على طريقة الأوائل، وليس على طريقة المتأخرين ولا الاصطلاح الموجود في كتب أصول الفقه. فيقصد بالتقليد الاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة. وأما التقليد الذي هو في كتب أصول الفقه وهو تقليد العامي للعالم عند خفاء الدليل عليه فهذا مشروع، لكن الإمام هنا يقصد التقليد يعني بمعنى الاتباع، أي عليك باتباع الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وعليك بتقليد الصحابة والسلف ونحو ذلك. نقف على قوله: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.